حماة الديار والوطن. الجيش العربي السوري الذي يبذل الغالي والنفيس في سبيل حماية الوطن والمواطن ويهب الروح قربانا للأرض والعرض. إذا انسحب الجيش بتظل عصابات الإرهابية تتجدد وتتكاثر كمان، والتعامل من دول برا طبعا بدها تعمل الفوضى والخراب بده يزيد، والإرهابيين بدهم ياخذوا راحتهم أكثر وأكثر. بوضع انسحاب الجيش بتصور المسلحين والإرهابيين والعصابات المسلحة اللي عم تدعم من الخارج بالمال والسلاح راح ترجع تنتشر وترجع تستعيد نشاطها، ترجع تخرب وتقتل. بهالاوضاع هي انه الجيش مش لازم ينسحب من الاراضي السوريين، يعني هو مخططهم هيك انه ينسحب الجيش والمجموعات الارهابيه تعمل شو ما بدها بارضنا، بس نحن ما بنقبل انه الجيش ينسحب بهي الاوضاع. يعني انا برفض انه ينسحب الجيش لانه هو حامي الوطن، لانه العصابات المسلحه اذا بدهم يعملوا معنا مثل المره الماضيه قالوا اسحبوا الجيش، جينا سحبنا الجيش ورجعوا هني انفردوا بالشوارع وصاروا يخربوا ويروعوا البشر، نحن بنرفض رفضا تاما. الجيش في الوطن كالروح في الجسد، لا حياة للجسد بلا الروح، ولا وجود للروح بدون الجسد، ولا ضمانة للوطن بدون الجيش الساهر على أمنه وأمانه. الجيش السوري على أرضه مو بضمن دولة ثانية يعني، ومطلب جماهيري دخوله على جماهير. الضمانات أولا هن يوقفوا إطلاق النار، الدول اللي عم تدعم الإرهاب توقف إمدادهم بالسلاح، تركيا تمنع دخول المسلحين عن طريق أراضيها. لخصنا نحن عم نشوف دعم الجماعات المسلحة صار علنا. إذا انسحب الجيش من المدن مثل ما صار وقت إجت لجنة المراقبين العرب، قاموا المسلحين والمجموعات الإرهابية بإعادة تنظيم أنفسهم وبإعادة تجميع أنفسهم، وقاموا بالتخريب بشكل أكبر. ما يعني بدنا يكون في ضمانات إذا انسحب هذا الجيش من هاي المناطق، إنه يكون في ضمانات إنه هاي المجموعات الإرهابية المسلحة ما ترجع تعيد تنظيمها وترجع تيجي على هذه المناطق وتقوم بالتخريب، والجيش وجوده بهاي المناطق لحماية الناس. نحن بنفضل بقاء الجيش لما ما في مجموعات إرهابية، إذا كان الجيش موجود الجيش ما عم بيقوم بأي شيء، فقط عم بيحمي الناس وعم بيكون موجود بين الناس وعم بيساعد هاي العالم على إنها تعيش حياتها بشكل يومي وإنها تروح وتجي بشكل آمن وبأمان. طبعا نحن مش ما مع انسحاب الجيش من المدن طالما في أحداث، يعني في مدنيين لازم يكونوا آمنين، والجيش طبعا عم بيحمي المدنيين، إذا طلعت فراح يتعرضوا المدنيين لقتل ولنهب ولسرقات من العصابات المسلحة، فنحن ضد هذا الأمر. طبعا نحن ما نرفض رفضا تاما انسحاب الجيش من الأماكن التي تحدث فيها هذه الأحداث، إلا في حالة واحدة، أولا إعطاء ضمانات بعدم تسلل العصابات المسلحة لداخل سوريا ودعمها وتمويلها إن كان بالأموال أو كان بالنسبة للأسلحة التي تعطى لهذه المجموعات الإرهابية. السوريون أعلنوا ويعلنون مراراً أن الجيش العربي السوري هو الضامن الأوحد للوطن، ولن يكون ضامن آخر للوطن غير رجاله الأوفياء مهما كانت مسمياتهم وكيفما كانت جلساتهم، سواء في مجلس الأمن أو عبر مبعوث أممي.